بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رحمة العالمين. ما يعرض عن ذكر الله نجعل له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. آخر آيات في سورة طه. ما يعرض عن ذكر الله نجعل لهم عيشة ضنكا، أي من يعرض عن كتاب الله، يعرض عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ويرفض الإيمان ويصر على الكفر، نجعل لهم عيشة ضنكا. العلماء قالوا أكثر من قول في كلمة ضنكا. قالوا العلماء الضنك هو الحياة التي فيها شقاء شديد أو بؤس أو ضيق. فقال العلماء، بعض العلماء قالوا ذاك في جهنم، أي نجعل له معيشة ضنكا في جهنم ونحشره يوم القيامة أعمى. وقالوا إن المعيشة أنه لا عيش إلا عيش الآخرة. فقال الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر: يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال العلماء قدمت لحياتي في الآخرة، يعني مش قدمت حياتي في الدنيا، يعني الحياة الحقيقية هي الحياة في الآخرة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما هو يحفر في الخندق كان يقول: لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فالحياة الحقيقية قال العلماء نجعل له، من يعرض عن ذكر الله نجعل له معيشة ضنكا، أي في جهنم والعياذ بالله، وحشره يوم القيامة أعمى، أي نجعل له معيشة ضنكا من الزقوم والغسلين والصديد والقيح والعقارب والسعابين في النار و و و وآخر من أشكاله، يعني أنواع كثيرة جدا من 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 عذاب جهنم والعياذ بالله. وبعض العلماء قالوا ما يعرض عن ذكر الله نجعل لهم عيشة ضنكا، قالوا في الدنيا، قال إن الله سبحانه، قالوا هذا الرزق الخبيث، بمعنى الله سبحانه وتعالى يحرمهم الرزق الحلال ويوقعهم في الحرام من جراء المعاصي، الوقوع في معاصي أخرى. وهناك أثر لكن ليس بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هو قول، لكن لا يجوز أن يقال أنه حديث. من إن الله إذا غضب على عبد رزقه من حرام، وإذا اشتد عليه غضبه بارك له فيه. هذا ليس بحديث، لا يجوز نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هو هذا المعنى صحيح، بدليل ربنا سبحانه وتعالى حرم على بني إسرائيل الرزق الحلال وفتح أمامهم أبواب الحرام في كثير من الأحوال. وعلى أبرز الأمثلة قصة أصحاب السبت، كانوا مسرفين عن أنفسهم في الذنوب. فكما قال الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ربنا سبحانه وتعالى كان حرم عليهم الصيد يوم السبت، وهم اتخذوا يوم السبت للعبادة ونأكلوا عن يوم الجمعة، فأخرهم الله سبحانه وتعالى يوم السبت. فأبتلهم الله سبحانه وتعالى بالحيتان تظهر على وجه الماء، ويكون الصيد سهلا جدا 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 في يوم السبت، ويكون صعب، أو ربما يكون في شديد الصعوبة، ربما يكون شديد الصعوبة في أيام الأخرى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، يعني تأتيهم يوم سبتهم شراعا، يعني تيجي يوم السبت على وش المية شراعا. الحوت بيبقى له حاجة زي الشراع كده، أو خرطوم أو حاجة، بيبقى طالع من البحر، بيبقى طالع على وش المية خالص، لدرجة إن لو واحد من بني إسرائيل أو من أصحاب السبت حط إيده يقدر يخده بإيده، وأي يوم تاني غير السبت بينزل تحت خالص في عمق المية. فاعتادوا في يوم السبت واصطادوا، طبعا احنا بينا ده في تفصيل هذه الآيات، اللي حابب يرجع. فمسخهم الله سبحانه وتعالى قردة وخنزير. طيب، وقلنا ان ربنا سبحانه وتعالى مسخهم قردة وخنزير، مسخ الشيوخ قردة، الشيوخ خنزير، والشباب قردة. وكان الواحد من بني إسرائيل من الناس الصالحين أو العلماء الذين نصحوهم فلما يرتدعوا يخش، بعد ما يعني عملوا بينهم باب،
وعزلوا نفسهم عنهم، قالوا اذا نزل عليكم العذاب لا ينزل علينا معكم العذاب. فدخلوا ففي يوم تاخروا فتساوروا عليهم، فدخلوا عليهم لقوهم مسخوا قرده وخنازير، بصوا عليهم لقوهم، فتحوا الباب، فكل واحد عرف ابن عمه وابن خاله وقريبه سواء كان قرد او خنزير. فذهب اليه، يعني هو الوش بس والعياذ بالله يبقى قرد او خنزير. يقول له انا مش صحتك، انا مش قلت لك انا مش ابي انا بش. فيبكي الرجل ولا يستطيع ان يتكلم ولا حول ولا قوه، يبكي ولا يستطيع ان يتكلم ويهز راسه يقول له نعم. فلم يعني ظلوا على هذا الوضع ثلاثة ايام ثم ماتوا، كما قال عبد الله بن عباس ما من مسخ مسخ الا وعاش ثلاثة ايام لم ياكل ولم يشرب ولم يتناكح ويتناسل ثم مات. دي يعني فالمهم فدور ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ وكان كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، كاد نبلوهم ابتليناهم بفتح ابواب الحرام وغلق ابواب الحلال في او في وجوههم نظرا لمعاصيهم. فبعض العلماء قالوا من يعرض عن ذكر الله نجعل له معيشه ضنكا، اي نحرم عليه رزق الحلال ونرزقه الرزق الخبيث ورزق الحرام. بعض العلماء قالوا وقالوا حتى لو كان غنيا فالبركه منزوعه من هذا المال الحلال فيشعر دائما انه في ضيق. ده تفسير. وتفسير تاني ان هذا مقصود به جهنم، ومن يعرض عن ذكر الله نجعل له معيشه ضنكا في جهنم من ازاي من فلا يرى الا الزقوم والغسلين والضريع والعذاب الشديد والمقامع من حديد وكل انواع والحيات والعقرب في جهنم وكل انواع الحيات. قال بعض العلماء نجعل له معيشه ضنكا هذا في الحياه البرزخ، حياه البرزخ او حياه برزخيه او عذاب القبر. وهذا هو اصح الاقوال، ان هناك اكثر من اثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابي ابي سعيد الخدري انه قال هو عذاب القبر. وجاء في التفسير ان الرسول صلى الله عليه وسلم فسر هذا في الايه وقال هو عذاب القبر او تدون ما هي المعيشه الضنك. قال يسلط عليه في القبر، بعض العلماء قالوا ضامه القبر، يضيق عليه القبر ويفتح لهم باب جهنم من سموم، ولكن يضيق ويفتح لهم من بابها يدخل عليه من سمومها وحمل. لكن الاصح والصحيح انه قال الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الايه او تدون ما هو المعيشه الضنك، قال يسلط عليه 99 يسلط عليه 99 تنينا. التنين الواحد هو التنين الواحد 99 حية، ولكل حية 7 رؤوس. شوف خلي بالكم 99 تنين وكل تنين فيه 99 حية، وكل حية لها 7 رؤوس تخمشه وتلسعه وتعضه إلى يوم القيامة. شوف اضرب 99 في 99 في 7 حوالي 70,000 او ما يقرب من 70,000 راس بتعضه طوالي حتى تصدق. وفي روايه اخرى 99 حيه وكل حيه 7 رؤوس، وربما يكون القول الاول اصح. وايضا كما جاء روايه الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب الكافر بمرزبه بين عينيه فهو في الارض 70 قريفا، فهو في الارض فهو الى سبع ارض. فيصرخ صرخه تسمعها كل الخلائق الا الثقلان، لو سمعوها لماتوا. مرزبه لو ضرب بها جبل عظيم لدك اصبح دكا. يضرب هذا الكافر ضربه شديده بين عينيه فينزل الى سبع ارض ثم يرفع مره اخرى ثم يضرب ثم يرفع مره اخرى خزي. ولكن ما قاله المفسرون قالوا يسلط عليه 99 تنينا، قالوا هو دي هو المعيشه الضنك. وكما يكون هذا اصلا يعني مش بس لان هناك حديث مرفوع هذا تفسير ابو سعيد الخدري وتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كمان يؤيد هذا القول ما جاء بعد ذلك. القران يفسر بعضه بعضا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا، كذلك قالوا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك لما تنسى وكذلك نجزي
من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. يبقى ربنا بيتكلم بعد كده على العذاب اللي هيجي بعدين، أشد وأبقى وأطول، لأن هو سرمدي. فده يؤيد إن ده كان عذاب القبر، واللي جاي بعد منه والعذاب الأخير اللي هو بعد منه أشد وأبقى. ومن يوعد نجعل له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. طب معنى كلمة قلب أعمى؟ بعض العلماء قالوا أعمى عن الحجة الصحيحة، ليس عنده بصيرة، ليس معه حجة يدافع بها عن نفسه يوم القيامة. بعض العلماء قالوا سيكون أعمى فعلا، وهذا قوله ضعيف، قالوا ضعيف. وبعض العلماء قال لا، هو مش أعمى، لكنه لا يرى إلا الشر، لا يرى إلا العذاب، لا يرى خيرا أبدا. وهذا هو الصحيح، ان ما فائده العينين او تمتع بالنظر اذا الانسان نظر لم ينظر الى الاشياء تسره تراه سعيدا، فلا يرى الا الزقوم والضريع والمقامع من حديد والعقارب والثعابين في الحيات في 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 النار في نار جهنم، وما لا يعلم الا سبحانه وتعالى من اصناف العذاب. فهو والعياذ بالله لا يرى خيرا ابدا، لذلك هو اعمى. وهذا القول يعني القران يفسر بعضه بعضا، له شواهد من القرآن تؤيده. يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الإسراء وما يهديه الله فهو المهتد، وما يهديه الله فهو المهتد، ونحشرهم على وجوههم في جهنم، ونحشرهم على وجوههم عميا وبكم وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ما يهديه فهو المهتد ونحشرهم على وجوههم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ونحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. طب هل هم هيكونوا عمي وبكم وصم؟ يعني عمي وبكم وصم يعني لا يرى لا يتكلم لا يسمع. يبقى ابكم هو الاخرس والصم والذي لا يسمع. طب ازاي؟ بس كان ثابت في كثير من ايات القران انهم يتكلمون، ربنا اخرجنا منها في العدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، انه كان فريق من العباد يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتهم سخريا. باذن ربنا سبحانه وتعالى ان هو بيكلمهم ونادوا يا مالك يقضي علينا ربك، قال انكم ماكثون. ربنا مش هيرد عليهم، مالك ده مالك ده خازن الجنه، مش هيرد عليهم الا بعد 1000 سنه، يعني المسافه بين الايه ودي والايه دي سوره الزخرف، قال انكم ماكثون. واذا يبقى هم بيتكلموهم، وكل فوق بيخش الفوق الثاني بيلعنه، الفوق اللي قبل منه بيلعنه. كما قال ولما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فأتيهم عذابا ضعفا من النار، قالوا كل ضعف ولكن نعطوا، وقالت أخراهم قالت أولاهم لأخراهم فما كان عليكم فما كان لا كان لنا عليكم من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. بإذن ربنا قال بإذن وان ذلك لحق التخاصم اهل النار، اهل النار بيسبوا بعض وبيشتموا بعض، باذن بيتكلموا في النار وبيصرخوا في ايات كثيره جدا. ربنا تبعنا كبراءنا فاضلونا السبيل، فكما قال في سوره الاحزاب ان 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 تبعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. يبقى اذا الكلام شغال، عدول بيتكلموا، يبقى اذا يبقى مش بكم ولا حاجه والصم، هم بيسمعوا بيتكلموا بعض ويسمعوا بعض. يبقى اذا قول عميا وبكم وصما هذا قول مجازي وليس قول حقيقي، هم لا يسمعون الا شرا ولا يرون الا شرا ولا يتكلمون الا بكل شر وسب وشتم وندم. وبيقولوا وكنا نسمع ونعقل ما كنا من أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إذن في كلام كثير جدا في القرآن هم يتكلمون. إذن هنا ونحشرهم يوم القيامة أعمى، إذن العمى هنا مش عمى حقيقي. عبد الله بن عباس له بعض له أحد الأخوان أنهم يقولون يكون في بعض الأحيان أعمى وفي بعض الأحيان ليس أعمى، والله أعلم. لكن هو الصحيح الأصح أنهم ليس بعمي ولكنهم عمي عن كل خير. فيقول ربي لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا. والجزاء من جنس الأعمى، ده يوريك هو كان أعمى في الدنيا، من كان فيه هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. طب هو كان أعمى في الدنيا ما بيشوفش؟ لا، ده هو كان بيشوف بس كان عنده عمى بصيرة، عمى.
فهو في الاخره اعمى واضل سبيل. اذا العمى بتاع الاخره زي العمى بتاع الدنيا، عمى قلبي هو لا لا ليس عنده حجه. يبقى اذا هو العمى هنا مش عمى بصر، وان كان في هذه اعمى اي اعمى عن عمى قلبي، عنده عمى ما عرفش يتبع القران بما فيه من معجزات وايات و و، فهو في الاخره اعمى. يبقى هو الاعمى هنا مش عمى حقيقي، وده دليل قاطع برضه عن العمى مش عمى واضل سبيل. اذا لما بقول قال ربي ما حشرتني اعمى قد كنت بصيرا، قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالجزاء من جنس العمل، فزي ما في القران في كله في الشريعه كلها في كل الشريعه الجزاء من جنس العمل في كل شيء. تنزلش تصلي الفجر في الجامع، تروحش البيت، تروحش الجامع، ربنا سبحانه وتعالى ينزلك تحت ما تبقاش في الفردوس الاعلى، لان بيت ربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى مستوى على العرش، ينزلك تحت بعيد عنه. ما تنزلش في الضلمه ما بدكش نور، بشروا المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامه مفروعا من النور العظيم. يبقى جزاء من جنس العمل، زي ما انت كنت عايز تنزل عشان الدنيا ضلمه، مش عايز تنزل عشان عايز تنام، وربنا سبحانه وتعالى يحرمك من النور العظيم وهكذا. من فتح على نفسه بابا مساله فتح الله عليه 70 بابا من الفقر وهكذا. يسال الناس وهو مش محتاج يقوم ربنا يفقره فعلا. يبقى اذا اطرح لكم في كل القران دايما الجزاء من جنس العمل. فقال ربي لو حشرتني اعمى قلت قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه. يبقى العذاب يبقى دول بيتكلم على الكفار الماضيين وبيهدد الاحياء الذين لا يريدون الايمان ان سيكون لكم نفس المآل والحال. وكذلك يعني حالكم سيكون زي حال نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه والعذاب الاخره اشد وابقى من عذاب اللي هو بتاع عذاب القبر اللي هو معيش الضنك اللي احنا قلنا عليه من شويه. تشوش تفعيل الجرس في الشرق والغرب كله يساعدوني على الشرق السنه كله قولي هستغفر الله.